بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث إن شاء الله بإذن الله عن الكلاوتس. أيوة الكلاوتس دولت يعني مش غريبة علينا، إحنا أخدناها عشان نحاول نفصل بيها، استخدمناها في الجريد، لكن اليوم راح نستخدمها كطول، هي نفسها ككونتينر يعني. تمام. في الغالب الكولاوتس ديت يا جماعه زي هي من اسمها كده كولاوت، حد بينده عليك يعني عايز يقول لك حاجه، فبنستخدمها او هم بيستخدموها في الويب كالرتات او كبانات. تدرجها بمنتهى البساطه، محتاج الكلاس اللي اسمه كولاوت. خلونا ندرج ديفيجن يا جماعه، والديف ده طبعا هيورث الانهيرت، هيورث الست كولومز. الكلاس يساوي كول اوت. تمام. لو انا عملت كنترول اس ورحت مثلا حطيت كونتنت معين زي ولنفرض كير اس، لو انا عملت كنترول اس يا جماعه ورحت ريفريش هلاقي اني ادي الكول اوت يا جماعه بعرض الست كولومنز بتوعي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.